هلب الحكومة هلب يو. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ شكوى 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 وتريقه وخلاص ومحدش عاجبه اي حاجه بتعملها الحكومه وقاعدين نتريقه بس. فاللي مبوظ البلد من الاخر، عايز تعرف مين اللي مبوظ البلد؟ العويله ابو لسان طويل. الحكومه بتشتغل لوحدها، قبل ما تنتقدها فكر كده، انت عملت ايه للبلد؟ انت عملت ايه لمصر عشان تساعد الحكومه؟ عمرك فكرت انك تعمل انت واصحابك اسم شرطه صغير كده وتساعد الشرطه في تنظيم المرور؟ ها؟ فكرت تخش طب انت وال200 فريند اللي عندك على الفيسبوك وتعمل وزاره الصحه؟ فكرت تروح تتفرج على اكسباندبلز وتروح المافيا الروسيه وتتمرن وتيجي تساعد الجنود في سيناء؟ شفت صندوق تحيا مصر؟ عمرك فكرت تعمل صندوق تحيا ترعه المريوطيه مثلا؟ فكرت تجمع انت واصحابك من مرتباتكم وتعملوا سد عالي بعد كوبري الجامعه تولدوا منه كهرباء؟ ها؟ عمرك حاولت تسال الدليل على نمره اوباما وكلمته عشان يبعت الاباتشي؟ ها؟ مش عجبك احكام القضاء؟ عمرك فكرت تبني محكمه تحت بيتك حتى ولو صغيره كده وتستثمر فيها وتكبر وتبقى وزير عدل؟ حاولت تروح الجيم وتجري في التراك وتساعد الداخليه في القبض على مجرمين؟ حاولت تنزل انت واصحابك حتى لو بمفكات وشويه جبس وتمشوا على الدائري وتسدوا الحفر اللي فيه؟ شفت التحرش والبنات بتتبهدل في الشارع والشرطه مش موجوده، فكرت تبقى باتمان او سبايدر مان وتحل المشكله كلها؟ بتخلص شغلك الساعه 5، عمرك فكرت تعدي على القصر الرئاسي وتشتغل رئيس ولو حتى ساعتين؟ مفيش مجلس شعب، فكرت تكلم عم ابراهيم صاحب القهوه يلم لك 50 واحد محترم كده من اللي قاعدين على القهوه وتعملوا مجلس شعب ولو حتى صغير؟ القنابل في كل حته. عمرك فكرت تتفرج على فيلم بطل من ورق وتتعلم ازاي تبطل مفعول القنبله؟ فكرت تهاجر للمنوفيه وتربي ولادك هناك جايز حد منهم يطلع رئيس جمهوريه؟ شايف ان التعليم مشكله؟ بدل ما تقعد تتفرج على التلفزيون وتضيع وقتك، اقعد حط مناهج وابعتها على www.aboamtaalim.com. بتتريق على اختراع الكفته؟ دقتها الاول ولا بتتريق وخلاص كده؟ نتكلم جد بقى، هي الفرخه ولا البيضه؟ الحكومه ولا الشعب؟ بنسمع كتير نبره ان المشكله في الشعب والشعب اللي مش بتاع شغل وان المواطن لازم يبذل جهد، فتشتغلوا يا جماعه وتبنوا، ما ينفعش كده. واللي طالب بحقه في وظيفه في الحكومه بعد ما اتخرج او بعد ما قعد سنين يحضر ماجستير ودكتوراه يتقال له ما عندناش وظايف ليك، انت بتحضر ماجستير ودكتوراه ليه اساسا؟ وعاوز تشتغل في الحكومه ليه اساسا؟ انت ما عندكش طموح؟ يا طموحلس. الخلاصه، عمرك شفت شركه كبيره وناجحه ومحترمه بقت كده لان المدير كان بيدخل كل يوم على الموظفين يقول لهم انتوا لازم تشتغلوا، احنا لازم عشان ننجح كلنا لازم تبذلوا مجهود اكتر، انتوا ما بتشتغلوش ليه؟ ولا المدير بيحط اهداف واضحه ويحط نظام اداري للموظفين يلتزموا بيه عشان يحققوا الاهداف دي؟ مفيش دوله بتقوم بجهود الشعب العشوائية. عشان تقوم دولة لازم قيادة يكون عندها رؤية تحدد أهداف واضحة وتحط نظام وقوانين واضحة يلتزم بها الناس عشان الدولة توصل للأهداف. ونشوفكم على خير إن شاء الله.